بسم الله الرحمن الرحيم أه هنكمل الـ Evaluation Project بالنسبة لتكملة كيفية التقييم المشروعات اتكلمنا عن Evaluation Project باستخدام الـ Present Worth أو الـ Present Cost وقلنا The Net Present Value rule عبارة عن if net present value أكبر من أو يساوي 0 بقول accept the project if net present value أقل من 0 reject the project a positive net present value suggests that the project is expected to add value to the firm and the project should improve uh, shareholders uh, لهم أصحاب الملكية wealth Uh, because the goal of financial management is to increase uh, 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 shareholders' wealth, net present value is a good measure of how well this project will meet this goal. كأنها بتحقق أرباح لأصحاب الملكية. Uh, net present value بيساوي الـ positive present value ناقص الـ cost الخاصة بـ

Uh, and then uh, an investment alternatives uh, this with initial forefront in capital investment that produces positive cash flow from the increased revenue saving through reducing cost or path. A cost alternative this, uh, this wall, all negative cash flow expected for a possible positive cash flow from. Uh, disposal of assets at the end of the project useful life يبقى كأن أنا بستعرض الـ time value of money وبحدد الـ positive cash flow والـ negative cash flow وبجيب الحصيلة بتاعت الـ net present value إذا كانت positive بأقبل المشروع وإذا كانت negative بقول not accept. إزاي uh, أنا أختار for investment alternative the present worth of all cash flows must be positive at the minimum attractive rate of return اللي هو بنسميه سعر الفايدة أو بنقول الأرباح without risk؟ To be attractive, select the alternative with the largest present worth. لو كان عندي مجموعة من الـ Alternatives وكل alternative مديه Positive Value، يبقى أنا بختار الأكبر من الـ Positive Value وأقول هذا الـ Alternative هو المرشح. For Cost Alternative, the present worth of all cash flow will be negative. Select the alternative with the largest, smallest in absolute value.

less expenses يعني التدفق النقدي الصافي السنوي 34 ألف دولار وهنا 41 ألف دولار يقول لك اختار between the two alternative by using present words فأنا بقول والله الهوريزون بتاعي عبارة عن خمس سنين الالترنيتيف الاول الانيشال كوست بتاعته عبارة عن مئة الف دولار لكن بيدر علي ارباح صافية في الاتجاه البوزيتيف بحيث اللي عندي هنا هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بيديني اربعة وثلاثين الف دولار تدفق نقدي صافي بعد خصم المصروفات وأيضا المشروع الثاني لو حبيت أعمل كاش فلو ديجرام هقول أنا عندي في أربعة وثلاثين ألف عبارة عن ال 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 initial كوست بتاعته عبارة عن مية ألف سوري مية خمسة وعشرين ألف لكن في تدفق نقدي عبارة عن واحد وأربعين ألف خلال الخمس سنوات أنا عايز أجيب النت Present فاليو للمشروع الأول والنت Present فاليو للمشروع الثاني فلو بصيت على الكاش فلو دايجرام هنا هو النت بريزنت فاليو بيساوي الرقم الأصلي ده نيجاتيف لأن فلوس بتدفعها ناقص مية ألف ثم زائد مجموعة التدفق النقدي اللي هي تعتبر Annual أجيبها present وهي annual و10% و5 سنين أخش التيبل أجيب قيمة الكلام ده وأضرب يطلع النت present بتاع هذا المشروع 28887 إذا same المشروع ب 30000 يبقى في الحالة ديت أعلى positive هو المشروع ب هو الأفضل الكاش ألترنيتيف اكزامبل في اكزامبل تاني لو انا عندي المينيمم اتراكتيف ريت اوف في 12% اليوسف لايف اربع سنين نفس الكلام ده لكن عندي الكابيتال انفستمنت كله بالنيجاتيف يعني كأني المقارنة لم يندرج فيها أرباح فلو أنا قلت present worth هيبقى كله بالنيجاتيف لكن لو قلت present cost هيبقى كله بالبوزيتيف فلو أنا قلت present worth هنا نيجاتيف آه هنا نيجاتيف والتدفق النقدي أيضًا نيجاتيف يبقى في عندي ناقص مية خمسة وخمسين هنا ناقص يبقى الأفضل المشروع الأقل كوست يبقى المشروع ده is the best alternative دي ليس آه كوسلي ذن التيرنيتيف سي يبقى ده هو اللي اختاره وشكرا والسلام عليكم